مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين، اهلا بيكم في لايف جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. وبمناسبه قرب عيد الفطر المبارك وبمناسبه عيد الميلاد المجيد، احنا النهارده قلنا ان في سهره رمضانيه نجيب لكم الساحر العالمي مينا سبيد، اللي في الفتره الاخيره حقق نجاح كبير وابهرنا بالعابه والعاب الماجيك كلها. مينا سبيد هيبهرنا دلوقتي بالعاب جديده اول مره يعرضها لنا معانا. كل سنه وانت طيب يا مينا الاول، بمناسبه طيب عيد الميلاد المجيد، ربنا عيد سعيد عليك وعلى اسرتك ان شاء الله. مرحب بيك استاذ اسلام البراء صانع النجوم، حبيبي استاذ محمد جاريه الجمهوريه والنسا، واخويا بعيد عن اي حاجه، وكل الشكر ليكم طبعا بتاع ومينا طبعا. كل سنه وانت طيب ودايما متجمعين في الخير. الراجل ده اخويا بعيد عن اي حاجه. مينا عامل قلبان طبعا وعامل حاله جميله، فالناس كلها بتقول لك ده اخو كريس، ده قريب كريس. هنعرف منه كل ده دلوقتي وهنشوف هو هيبهرنا بايه جديد. يعني انا عارف ان هو هيعمل فيك مقلب ابن حرام دلوقتي، يعني طبعا احنا بندور عليه ده حقيقي فعلا. لا مينا عالمي يعني. اخبارك ايه يا مينا؟ زي الفل. انت اخو كريس فعلا؟ لا لا، احنا اصحاب بس من زمان. احنا مش اخوات خالص يعني. امال ايه الشبه الكبير اللي بينكم ده؟ هي جت صدفه. جت صدفه؟ والله. لكن انتوا اصحاب بقالكم فتره؟ كتير جدا. قول لي بقى، ابتديت لعب الماجيك ده امتى؟ تقريبا من 8 سنين. من 8 سنين بتلعب ماجيك؟ بتدرب وبدأنا بقى نلعب مع الناس اخر سنتين اللي فاتوا. سهل الماجيك ولا صعب؟ 8 سنين اكيد صعب. صعب يعني؟ مش ينفع تعلمنا حاجه من حاجاتك الجميله دي؟ ممكن اعلمك لعبه سهله. تعلمنا لعبه سهله لكن مش تقول لنا سرها. لا هعلمها لك، اقول لك سرها عادي. هي سهله يعني، اي حد ممكن يعملها والله. طب هتورينا ايه دلوقتي وهتوري المشاهدين وطبيعه الجمهوريه اونلاين ايه؟ تعالى اعمل لك لعبه بالكوتشينه الاول. يلا. تكون سهله يعني. يلا. في الاول كل الكوتشينه، بس احنا عاوزين نظهر كل حاجه للناس. الكوتشينه كلها ارقام عاديه، شايفها ولا لا؟ انت عايز تشيل دي؟ لا لا، خليها معانا. دي اللي فيها السر كله. الكوتشينه كلها ارقام عاديه هي يعني. تمام. اختار منها اي كارت وما تقوليش عليه. انا اختار كارت منها وما اقولكش عليه. اي كارت واحد؟ اهو. وري لي الكاميرا وانا اخبيه مني انا كويس. تمام. خلاص؟ خلاص. حطها في اي مكان؟ اي. عايز تلخبطها مش عارف تلخبطها؟ نعم. عايز تلخبط الكوتشينه؟ لخبطها انت بمعرفتك. ماشي، هلخبطها لك كده. فاكر هي كام صح؟ طبعا. اوكي. بس قول لي لو هي دي قول لي هي، لو مش هي خلاص. خلاص كده. ماشي. هي البنت؟ لا. مش بنت؟ لا. خلي البنت دي هنا. بص على بيدك جامد. طيب هي البنت دي؟ لا. مش نفس الشكل على فكره، هي دي تريفل والتانية. لا لا، ما انا فاهم. انت معاك بنت دلوقتي صح؟ طيب مش ورقتك. لا خلاص، هعمل لك ده بس من بعيد. شوفها دلوقتي، هتلاقيها الكارت بتاعك. اهو. طب ازاي دي بقى؟ خدعه. مش هتقول لنا على اللعبه دي يعني؟ لا لا، دي صعبه. دي صعبه. طيب ايه تاني؟ تعالى نلعب لعبه بره الكوتشينه. يلا. معاك دبله صح؟ ينفع تجيبها؟ ينفع. بس الدبله دي انت خلعتها كده. صح؟ طب ينفع تقرب شويه؟ قرب. بص الدبله دي همسكها كده، بس هعمل لها كده. طلعت؟ طلعت. تاني؟ اهي جوه؟ اهي طلعت بسرعه. بس ممكن تقول اني بطلعها بسرعه صح؟ من صباعي يعني. انا معايا استك اهو، هقطعه كده. واحط جوه الدبله. لو انا ربطت الاستك هينفع اطلعها بره الدبله ولا مش هينفع؟ مش هينفع. عايز تجرب طيب؟ تاخد تجرب. نعمل ايه؟ طلع الدبله بره الاستك، بس ما تقطعهوش يعني. من غير ما نقطعه. من غير ما نقطعه. يا جماعه هو مربوطه وبعيد عن اي حاجه عشان ما حدش يفتكر. لا طبعا مش هتطلع غير لو اتقطع. بس هي هو لو انت ساحر بقى بجد. لا لا، الدبله مش بتاعتي، فهي مش مفتوحه من اي مكان يعني. اهي جوه، هحاول اطلعها بسرعه. طلعت؟ طلعت. هاخدها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ اخر التاني. ايوه. لو عايز تجرب جرب بقى. طب انا هلبسها ازاي بالاستك؟ هتقطع الاستك. انت قطعه بقى. والله فعلا؟ وما انت كنت طالعها زي ورا الاستك. انا خلطه. دخلتها تاني بسرعه. يعني انا اقطع الاستك كده خلاص؟ انت ما تعرفش تقطع الاستك اصلا، بس حاول تقطعه يعني عشان هو الاستك رخم. مين على فكره شفنا له حاجات اكتر.
انا فاهم انا جايب حمامه وكتير وشيبس وحط احنا النهارده جايب بالصدفه كده لا انا بالصدفه عشان العيد واحنا معطلينه فهي جت كده ان شاء الله. طيب حبيبي طيب تعالى يلا اختار اي رقم اي ورقه خير الامور خدها وريها للكاميرا خد خلاص خلاص اه حطها في اي مكان هي عايز تلبطها مش عايز تلبطها عايز تلبطها خدها اتاكد كده انا مش هطلعها يعني اه لبطها اه ايوه قال يعني مش هتطلعها طلعها برضو اهي اوعى تكون متفق معايا يا استاذ اسلام حضرتك عملت انت كمان متفق معايا وبعدين احنا بنلخبط استنى شويه هي جوه الكوتشينه دلوقتي صح؟ جوه الكوتشينه اه اوكي احنا كنا قايلين اه تطلعها من الموبايل هينفع ولا لا؟ لا خلي ده كده قدامنا دي ولا دي؟ اي واحده خلي التليفون هنا ماشي هو فاضي ورا قدام صح؟ اهو يا جماعه بص هعمل كده اهو يا جماعه احطه على ايدك تاني هاخد الكارت وهرميه جوه التليفون هو ده؟ ايه ده؟ لا 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 بجد بجد جد وريني الزوم كده معلش تعالى كده قرب الكاميرا الكارت كانه خلفيه يا جماعه لا هو بيتحرك جوه كانه حقيقي بس جوه التليفون حط سمك لا حط سمك اه شبه خلي ايدك كده بسم الله ليه بيتحرك جوه التليفون كده كانه حقيقي لكن هو مش حقيقي صح؟ اه ينفع يبقى حقيقي؟ لا طب معاك اي حاجه تنفع طب خد اهو اللي انا شايفه مفيش حاجه ايه يا جماعه ده؟ لا 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 يا جماعه ساقطه مين؟ لا لا بجد ده في حاجه غلط طب انت بتعمل الحاجات دي ازاي؟ انا الحاجات دي بتدرب عليها من زمان قوي طب انت قلت لي برضه انت ينفع تهكر تليفون حد اه ازاي؟ مش بالظبط يعني امال ازاي طيب؟ احنا ممكن نعملها طيب طب يلا نعملها في التليفون رن عليه رن عليه لا لا مش دي لعبه ثانيه بس هو شايف اني لعبه اه هات التليفون هات خدها اثنين بس طيب لسه بصور ماشي ماشي يلا احنا عاوزين نهكر التليفون ده فعلا عشان عليه علي بلاوي زرقاء واحنا عاوزين نعرف اللي جوه التليفون دوت افتح التليفون افتح الباسورد اه يلا يا جماعه افتح الباسورد اهو عايز بقى جوجل كروم عايز جوجل كروم هات جوجل كروم انا هكتب هنا بس جوجل ماشي ابعد عنكم وتفكروا في اي اسم ممثل اي حد مشهور تكونوا بتحبوه انا وهو نتفق عليه اه حد يكون صعب انا اختار حد هو حد لا حد واحد. حد واحد شخص واحد احنا الاثنين حد واحد احنا بعيد عنكم اروح هناك ولا لا 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 عادي لا انا اقول له في ودان احنا ممكن انا وهو من غير ما يعني لو بصينا لبعض هنعرف احنا بنفكر في مين اهم حاجه اختار حد صعب يعني ما يكونش عشان الجمهور يبقى طب لازم من الوسط الفني ولا حد يكون برضو معروف ومش شرط لا عايز حد معروف عشان حد معروف خلاص ان شاء الله لاعب كوره بقى اي شخصيه مشهوره مثلا امريكي اي حاجه انت عايزها ماشي اهم حاجه ما تعمل سيرش عنه في جوجل يطلع عنه صور ماشي خلاص اوكي قول لي يا اسلام طب مين مش عارف مين يا سول قول لي انت ما اعرفش ماشي خلاص اوكي فكرت في حد اه ماشي مش تكتبها انت جدا اكتبها مع المايك اكتب بس هيكتبها في جوجل يا جماعه فاضي اهو اهو يلا اكتب اسمه بس خليه مني كويس فاضي لا انت لو عرفت ده فعلا انا كتبت اعمل عنه سيرش عملت سيرش طلع عنه صور اه طلع صور طب عايز توريها للناس ولا لا؟ اه ماشي وريها للناس الاول قبل ما حدش يقول انا عملت عن شخصيه مشهوره وجبت صورها بس خلاص تمام اقفل بقى اللوك بتاع التليفون وحطه قدامنا هنا بس كده ينفع اعمل اي سحر اعرف انت اخترت ايه؟ لا انت عارف اللوك انا قفل ما ينفعش اشوفه من هنا حتى يعني صح؟ لا لا طبعا انا عملت سيرش من جوجل وجاب لي الصوره وقفلت اللوك ينفع انقل السيرش اللي عندك في تليفوني؟ لا ماشي تو ايه؟ هجيب جوجل ثانية واحدة جوجل هو افتح ايدك خليه كده لازم اعمل سيرش عنه صح؟ انا مش هعمل سيرش عنه خليني بره واخد اللي انت كتبته من عندك وهرميه عندك هنا من بعيد ينفع؟ تعالى اقرب شوية تعالى اقرب كده قرب على الموبايل انا ماسكه اهو هرميه كده لا 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 والله يا جماعة الموضوع انا كتبت سيرش افتح افتح فعلا احنا كتبنا ايوه احنا ورينا التليفون الاول اتفقنا خلينا الصراحة اتفقنا يا جماعة اتاكد ان هو نفس السؤال نفس كل حاجه عملنا سيرش على الزعيم عادل امام اتفقنا ان احنا نديله الصحه وطول طبعا وربنا يشفيه فعملنا وقفلنا اللوك فوجئنا الموضوع هنا فما بقيناش فاهمين حاجه طب ايه هي اللعبه انت بجد لا لا هو مين ايه هي اللعبه اللي ممكن تعلمها لنا وتعلمها المشاهدين ومتابعي الجمهوريه والله حد معانا اكيد يعلمنا منديل منديل لينكس اهو ماشي تقريبا عارفها ولا مش عارفها بصراحه والله ما عرفت هتلعب ايه اصلا انا اعرف الكوتشينه ماشي بص اللعبه دي هعمل لك لعبه هي سهله معاك لا خليك زي ما انت يعني طيب محدش يقول له السر بتاع اللعبه ماشي ممكن تعرف السر كلكم هم عارفين السر هم لسه يعرفوه دلوقتي حالا
بس خلي ايدك دي مفتوحه كده، نشيل المناديل تبع عشان الكاميرا. ماشي، قول لي اسم حضرتك ايه؟ محمد. محمد، بص انا هسمي المنديل ده مينا وده محمد. تمام ماشي اهو. محدش يقول له حاجه. ماشي ماشي، احط مينا كده هنا وهات محمد دي في ايدك. جامد قوي، دوس جامد قوي كده. انا معايا هنا، معايا هنا ايه؟ مينا. مينا صح؟ اه. ينفع اوديها عند محمد من بعيد؟ لا، هعمل كده روح عند محمد. افتح ايدك مينا ومحمد كده بس. من دلوقتي قول لي بس المنديل في انهي ايد. ايوه ماشي كده، خليك قاعد براحتك بقى. طيب كده يلا ماشي. يعني كده مثلا المنديل في انهي ايد؟ الشمال دي صح؟ اه صح كده. 1-0 ليه. ماشي، كل ما هتقول المنديل في انهي ايد تاني هعلمك لعبه سحريه. خلاص كده يلا ماشي اهو كده. في انهي ايد؟ الشمال. لا غلط، ركز بقى. ماشي بص تاني. طب احطه كده يا جماعه. اه احطه كده هنا هنا قدامه هنا اهو كده. في انهي ايد؟ محدش يقول له حاجه. كده في اليمين. اليمين اللي هي دي؟ اه. لا غلط، احطه في جيبي. هات المنديل ده. يبقى 2-1 اهو. بص طب المنديل ده احطه هنا برده قدامك، وهاخده من هنا تاني وهحطه هنا تاني في ايدي. كده في انهي ايد؟ كده في الشمال. اللي هي دي؟ اه. لا احطه في جيبي. اخد شويه منديل تاني كده كتير ممكن تشوفهم. اه محدش يقول له حاجه. ماشي كده في ايد؟ كده هنا اهو. لا ما انتش شايفها. لا لا كده في ايد. ايه؟ من بعيد. من بعيد هناك في الشمال. هنا؟ اه. لا غلط. والله فعلا. بس اختفت. ايوه انت بتوديهم فين؟ بوديهم فين؟ المشكلة الصوت هيبان لو عملت له حاجة أكبر. عامل لك دي ممكن مش عارف تاخد بالك منها ولا لا. أخبي ليه؟ أما أنا ممكن أخبيها ورا ظهري. فعلا؟ بسرعة. يلا. بس أنت دي هتعرفها يعني. خلاص اوكي. كده ثاني إيد؟ اهي اليمين. لا يا راجل يا فاهم، انت حلفتها ورايا بجد؟ اه والله. ده كل حاجه وراك. اه والله دي كلها ورايا. طيب انا عاوز لعبه بجد بالكوتشينه، الناس تعرف تلعبها مع بعض. انت قلت لها هتقول لنا كده او هتورينا حاجه زي كده. انا مش عايز نسلل الخلطه يعني. لعبه سهله. مشكله مش عايز لعبه سهله. عاوز لعبه سهله. اه يعني الناس حتى ممكن تلعبها مع بعض. احنا اخرنا كنا نلعب الشايب زمان. الشايب صح، والكومي ممكن تقول. بعد ما اتعلمنا بقى الترنيب والحاجات دي، ده كده بالنسبه لنا اجتهاد يعني، احنا درسنا كده. كان ممكن اعلمك لعبه بالورق بس انا مش معايا حاجه دلوقتي. طب معايا حد معاه قلم بسرعه؟ اعملها بسرعه ماشي. في حد شغال جوه؟ يلا يلا شغال. اسلام دي بتاعت اسلام البراء. شغال مش شغال القلم؟ حد معاه قلم؟ لا. طيب ماشي شكرا. طب انا هعلمك لعبه بسرعه. بتحرجني يعني، صحفيين واعلاميين قاعدين ومحدش معاهم قلم؟ ما خلاص الحياه اتطورت وبقت كلها يعني كله بقى سوشيال. هما بيبقوا ظابطين حاجات في شغلهم. لا لا يعني دي عشان هعلمك بس. احنا شايفين الموضوع مفروض ظبط ولا حاجه. الكوتشينه فعلا كلها ارقام مختلفه، كلها مش مرتبه يعني. الموضوع ده مينا ليه شغل عادي جدا. سيرش اللي على تليفونك. هو مينا مش جايب بقيه شغله. انا لقينا قلم. مش جايب حاجه اصلا. لقينا قلم يا جماعه. لقينا قلم. انا هجهزها بسرعه. طيب ماشي. طب يلا. دي محتاجه تجهيز. طب هنبقى معاك وانت بتجهز ولا دي حاجه بتجهزها مع نفسك؟ انا هكتب بس ارقام يعني. طيب يا جماعه الاجنده دي بتاعتي بعيد عن اي حاجه لحد يفتكر ان هو كاتب. ايوه انا قلت بتاعت اسلام البره. لا مش بتاعتي. على اسمي من بره، مالهاش علاقه بحاجه. زي ما حضراتكم شايفين كده مينا فعلا والله بيبهرنا بالعابه. طب هو السلسله ليها علاقه زي سلسله كريس يعني ولا انا عاوز افهم. طيب لا صدقني هي فكره. انتوا ليه كلكم بتلبسوا السلاسل؟ انا مش فاهم الموضوع ده قبل كده. قالوا الموضوع احنا زمان كنا بنعمل فيديوهات من غير ما وشنا يبان. اه فكنا بنحط اللوجو يعني مثلا كنا نلعب على ايدينا كده في الترابيزه والكاميرا تبقى من هنا. اه عشان نعرف بس ان الناس ان ده احنا كنا بنحط اللوجو بتاعنا. بعد كده عملناها سلاسل. سلاسل يعني. لكن السلاسل مالهاش اي علاقه. لا مالهاش علاقه. ده هنا مكتوب اسمي ام واس. اه في شكل السبيد بقى بتاع الكوتشينه. هو يا ام يا اسم يا لوجو. حتى بعض المطربين عشان هو مين سبيد؟ سبيد دي جايه عشان الكوتشينه يعني. مين يا جماعه في طالع فعلا ربنا يكرمه. اه في الفقره ده حقيقي فعلا. لا بسم الله ما شاء الله عليه. اه يا جماعه مش بتاعته. عشان مش مجهزها بس هي اسهل لعبه ممكن اعلمها لكم. لا غشيناها ولا مش؟ لا انا كتبت بس ارقام وبقطعها يعني.
ممكن احط رقم كمان. الواحد كان زمان كبيره قوي يقسم الكوتشينه الاسود لوحده والاحمر لوحده وياخد ورقه من هنا يحطها هنا ويقعد يلعب مع الاطفال. كنا بنعمل حاجه زي كده اللي هو بنجيب بلوره ازاز ونحط الارقام دي فيها وتختار السحب. ايوه فاكر السحب؟ انا فاهم. وفوز. لا دلوقتي بقى في لحد دلوقتي عشان بس دلوقتي في العاب بتتباع من بره والله فعلا. حاجات حاجات كبيره جدا بقى وغاليه وكده. فانا عشان كده ما ينفعش اشرح اي لعبه بلعبها عشان ما يوقفش السوق. عشان هو اصلا بيكسب منها من بره يعني، مش كلها بتكون بتاعتي يعني. في العاب انتوا بتشتروها مين؟ اه طبعا. اه وبارقام. اه جدا. اتاكد بس رقم كمان. ده باقي الورق يا جماعه. يلا بينا. تعالى بقى انت على الارقام، يعني نبقى زوم على الارقام صح كده؟ اه تعالى بالكاميرا كده على الارقام بعد اذنك. بص اللعبه دي سهله قوي ماشي؟ انا دلوقتي كاتب ارقام 1 2 3 4 5 6 تمام. انا دلوقتي اللي احنا هنعمله للعبه ايه؟ يعني انت كاتب من 1 ل 6. من 1 ل 6 مستر الاسلام يمسك الورق كله ويفضل يرميه كده على الترابيزه. خلاص اوكي. اكيد في ورق ممكن يتقلب بينزل على ظهره. طبعا بينزل على ظهره هنطلعه بره. طب ماشي ماشي. قبل انه خسر يعني، في اخر ورقه هتفضل انا هكون متوقعها هي كام. اوكي توقعها من دلوقتي. من دلوقتي يعني والله فعلا. في كارت اهو ستة واللي تتقلب انا فاهم. والكارت ده هو الاخير اللي هيتوقعه. عايزين تشوفوه الاول ولا لا؟ مش مشكله. ايه مش فارقه نشوف هو كام. بنت. هو بنت. بنت. خليه هنا وما نجيب الارقام خالص يعني. اه خليه هنا دلوقتي. يلا يلا مش الورق ده كله. طب خلينا قدام الكاميرا نمسكه كده اهو من غير ما نطبقه. اه بس انا هلسه اه هنط بقى ونرمي على الترابيزه. انت معانا واللي هتعمله انا هطلعه بره. دي طلعت بره. اه دي طلعت بره. سته بره. سته بره ولا لا؟ لا لا زي ما هي. لا 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 سته مش بره. اللي مقلوب هو كده. اللي مش مقلوب بخمسه وثلاثه واربعه وسته. الاثنين دول بره يا جماعه. الاثنين دول بره. خد ورقه تاني واعملها تاني. اتبقى اربع ورقات في رقمين خرجوا وادي الاربعه التانيين اهم. كده واحدة كده واحدة بره. فاضل 3 و6 و5. اتبقى 3 و6 و5. باقي 6 و5. كمل. المفروض الورقة اللي هتتبقى. ما ينفعش اتوقع بقى انهي فيهم اللي هيفضل هنا. لا طبعا. 5 بره يعني 6 بره 5 هي اللي معانا. هي اللي جوه. المفروض اللي هو توقعت. ثواني بقى يا مستر اسلام بعد اذنك. دي كده 5؟ دي اصلا بنت صح؟ اه شايفينها بنت قبل ما خلاص. انا هعمل لها كده. انا كنت واثق ان هي تطلع 5. لا 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 إيه؟ انت بتهرب مالك؟ والله العظيم بتهرب. استنى والله اللعبه دي بجد سهله قوي. سهله فعلا. انت هتعرفنا اعلمها لكم دلوقتي. يلا ماشي. انا ازاي توقعت ان تطلع 5؟ اه بص كل ورق مكتوب عادي 6. انا عشان بس بيحسها بسرعه فعملتها اي كلام. 4 3 2 1 1. اه كله مكتوب عادي صح؟ اه الواحد مكتوب عادي والاثنين مكتوب عادي والثلاثه مكتوب عادي ما عدا الخمسه بس هي اللي مكتوبه ورا وقدام. بجد انا مبسوط ان انت معايا النهارده في الجمهوريه اونلاين. كل سنه وانت طيب. دايما من نجاح لنجاح. انت مكسر الدنيا كلها. بتعمل العاب جميله وكلها حاجه فعلا بتبهرنا بيها. شكرا ليك يا مينا ان انت كنت معايا النهارده وضيفي في الجمهوريه اونلاين. انا بشكرك اسلام البراء. ودايما كده بتعرفنا بالناس المحترمه الجميله. حبيبي. ودايما من توفيق لتوفيق يا صانع بقى النجوم. مش هقول يا اسلام يا براء. كل سنه طيب يا اسلام. كل سنه طيب يا مينا. طيب حبيبي. شكرا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين.